معنا دكتورة إلهام الأميري، استشارية في طب الغدد الصماء والسكري لدى الأطفال. أهلا وسهلا فيك دكتورة. اليوم يمكن موضوعنا عن جد كتير مهم، ومع تطور التكنولوجيا كتير في أشياء عم تتغير لمعالجة مرضى السكري من النوع الأول أو مساعدتهم في طبعا السيطرة على المرض. من النوع الأول اليوم السكري Diabetes mellitus type 1 هو من أصعب الأمراض المزمنة اللي ممكن تصيب الأشخاص وأيضا الأطفال. طبعا ما الذي يجعل هذا المرض معقدا؟ أول شيء أحب أشكركم للاستضافة. مرض السكري النوع الأول عشان نعرفه، هو مرض ينتج عن خلل في جهاز المناعة. هذا الخلل يخلي الجسم يهاجم خلايا بيتا بالبنكرياس التي تنتج الإنسولين، وبالتالي يقل إنتاج الإنسولين إلى أن يصبح تقريبا شبه معدوم. ولذلك مريض السكري النوع الأول يعتمد اعتماد تام على الإنسولين. نعم. الإنسولين الموجود حاليا حول العالم يؤخذ فقط عن طريق الحقن تحت الجلد، ولذلك هذا هو واحد من أسباب التحديات الصعبة في علاج مرض السكري، لأن كونك أنت تحقن نفسك أمام الناس في أوقات محددة أحيانا يكون موضوع صعب محرج. نعم. أيضا صعوبة حمله في درجة حرارة معينة، وأيضا تحديد الجرعة المناسبة بمعايرتها حسب الأكل، حسب النشاط البدني، حسب الجسم مصاب بمرض طارئ أم لا، حسب هرمونات مثل هرمونات النمو اللي ترفع السكر، هرمونات ما قبل الدورة الشهرية للفتيات. نعم. ففي تحديات كثيرة حتى نقدر نوصل للجرعة المناسبة للإنسولين. والإنسولين يعطى للشباب والأطفال على الأقل باليوم 4 إبر في اليوم، فنقدر نشوف أن هذا تحدي كبير. لذلك اليوم اجتمعنا معكم عشان نتكلم أكثر عن التقنية وكيف ممكن تسهل وتساعد أن احنا نعالج ونحتوي مرض السكر. نعم، أكيد بالنظر لكل هذه التعقيدات اللي بمر فيها مريض السكري من النوع الأول خاصة بحياته اليومية، شو دور تقنية المضخات الأنسولين اليوم؟ كيف تطورت لحتى تساعده في السيطرة على مستويات السكر في الدم عشان ما تعلى كتير أو تنخفض؟ وهذا الشيء كمان بيساعد العائلة الحوالي وأيضا الناس اللي بيهتموا فيه من ناحية الأطباء أو ذوي الرعاية الخاصة. صحيح. أنت ذكرت نقطتين مهمين، الارتفاع والهبوط. هاي مشكلة مرض السكر باختصار، أن احنا نعطي الجرعة تكون يا إما قليلة فيرتفع السكر، أو الجرعة تكون كبيرة عليه فينخفض السكر. نعم. في التقنية هذه ممكن نعطي مثال على المضخة. نعم. اللي عندنا المضخة عبارة عن جهاز هو خارج الجسم، فهالجهاز هذه طبعا في عدة شركات منها هذه المضخة اللي اليوم عندنا ليني، ايش هذا الأسد ليني هو عنده سكر النوع الأول، فقرر انه يركب المضخة علشان يسهل حياته. نعم. فكيف ممكن تسهل المضخة حياة الإنسان وتسيطر احسن على السكر؟ اولا هذا الجهاز عبارة عن مضخة فيها انسولين اللي هو النوع السريع. نعم. موجودة داخلها وموصلة بأنبوب يضخ الانسولين بشكل مستمر كانيولا أو قنية تحت الجلد تكون مخفية، يعني إبرة. تحت الجلد هي طبعا تكون في البداية إبرة تتركب بسهولة جدا مثل. نعم. ما تشوفين هنا، لكن. نعم. الإبرة تنشال ويظل الجزء البلاستيكي. هذه هي طريقة الإدخال وهذه هي الكانيولا. نعم. ففي إبرة تساعد على إدخال، لكن الإبرة تنشال ويظل جزء بلاستيكي ناعم جدا ما يحس فيه الشخص المصاب بالسكر. يعني غير مؤلمة. غير مؤلمة، وأنا جربت على نفسي وفعلا هي غير مؤلمة. تمام. فيقوم بضخ مستمر للإنسولين، لكن وقت الأكل وقت تناول الطعام يحتاج الشخص الطفل أنه يحسب حساب كربوهيدرات، كم من الكارب في الأكل، ويحول هذا الرقم. مثلا. نعم. السندويشة فيها 60 هو جرام. فعلا موضوع كتير يعني منهك للطاقة للمريض، يعني حتى أنه يحسب كل. صحيح. كل ميل أو كل وجبة شو فيها. صحيح. من الكاربز أو من. صحيح. السكريات. لكن يعني في تطبيقات كثيرة تساعد أنه واحد الحين. نعم. التكنولوجيا ساعدت حتى في التطبيق، ومجرد تصورين الطبق ممكن يعطيك رقم الكارب اللي أنت تحتاجينه. نعم. نحن دكتورة عم نشوف الفيديو كمان على الهواء. تقنية المراقبة، لو نشرح أكثر شوي عن التقنية كيف تعمل؟ اي طبعا، هي مثل ما قلنا اول شيء تضخ الانسولين والطفل او الشخص يعطي الوقت هذا، لكن هناك ايضا شيء مهم جدا اللي هو السنسور او جهاز الاستشعار. جهاز الاستشعار هذا يتواصل مع المضخه فيعطي الارم او تنبيه اذا السكر ارتفع او السكر انخفض، حتى ما في داعي يعطي تنبيه اذا السكر انخفض، هو الحاله راح يفصل ضخ الانسولين اذا السكر بدا ينزل، وممكن احنا نوصل هذا الجهاز عن طريق
الاي كلاود لشخص اخر يراقب السكر، فممكن الطبيب او الام، الاب، الطبيب، الممرضه، نعم، الزوجه، حتى في حاله البالغين احد ثاني ينتبه، انتبه ان سكرك قاعد يعلى، انتبه سكرك قاعد ينخفض. بس هو حتى اذا ما شغله مهمه بالنسبه للامهات، لانه صحيح اللي عندهم مرض سكري من نوع الاول بالنسبه للاطفال يعني شيء كثير مقلق. نعم للام. نعم. لكن رغم هذا ان هذا الجهاز حتى لو الام ما دخلت، خلينا نقول الام نامت وما سمعت الالارم او ما في الارم اصلا من اصله، نعم، المضخه بروحها راح تفصل اذا صار فيه قبل ما يحصل حبوط، فتحمي الطفل، ولما يبدا يرتفع السكر روحها ترجع بشكل تلقائي، يرجع الضخ بشكل تلقائي. نعم. وايضا اذا الطفل ما حط حساب الكارب بشكل دقيق، المضخه ايضا راح تصلح، راح تعطي انسولين شوي اكثر علشان تصلح ايضا من الارتفاع. نعم، هي التقنيه تتحكم فيها لوغاريتمات معينه. نعم نعم، هي خوارزميات او لوغاريتمات معينه تتحكم فيها وتتعود على جسم الطفل، فمع مرور الوقت راح يعرف هذا الجهاز كم يحتاج الطفل لتصليح السكر. فاذا اكل مثلا، خلينا نقول دخل رقم معين كارب لكن ما كان رقم دقيق، او اكل بعدها شيء ونسى يدخل هذا، راح يصلح له بشكل جزئي، لكن دائما احنا نقول ان نعتمد على الحساب الكارب الدقيق. نعم، حتى بفتره الرياضه يمكن، لان نعم الاطفال اكيد بيلعبوا نعم رياضه، او الاشخاص الكبار بالعمر. سؤال مهم فعلا، لانه هو في خوارزميات معينه انت ممكن تختارين مود خاص للرياضه، تختارين مود خاص لوقت الارهاق، وقت المرض، وقت الحراره، فانت ممكن تسوين سويتش لطريقه ثانيه ان يعطيك اكثر او اقل بشكل تلقائي. حلو. طيب دكتورة، كيف بتساعد هاي التكنولوجيا على تحسين جودة الحياة اليومية؟ أيوة. بالنسبة للمرضى إن كانوا أطفال أم حتى أشخاص نعم كبار. مرض السكري طبعاً مرض يمثل تحدي كبير، لأنه مو مثل حبة نأخذها 3 مرات باليوم وخلاص ونلتزم بالشيء معين، هو يتغير الجرعة حسب النشاط البدني، حسب وجبة الأكل. فإحنا الشق النفسي مهم جداً والشق الصحي. الشق النفسي مهم إن نتخلص من تكرار الإبر، بدل ما نأخذ 12 أو 15 إبرة باليوم بثلاث أيام، معناته راح نأخذ إبرة واحدة، لأن هذا يتغير كل 3 أيام. تمام؟ أوكي. فأول شيء قللنا عدد الوخز. ثاني شيء الرينج السكر اللي احنا نبي نحافظ عليه بين 70 ل 140 مثلا. نعم. لأن مستخدمين المضخة، أو أكثر شيء 180، المضخة راح تحرص أن تخلي السكر ضمن هذا النطاق، وبالتالي نعم نحافظ على مستويات سكر مضبوطة، نتفادى إن شاء الله المضاعفات نعم المزمنة. في شغلة مهمة بحب نوه عليها، من كتر استعمال الإبر في منطقة واحدة نعم على فترة سنوات كثير صحيح طويلة، بيصير في تشوهات معينة بالجلد. أيوة. بيصير نعم في نتوءات من أيوة الجلد، هذا الشيء كمان دهنية وجلدية. نعم نعم، هذا يسبب نعم أولا غير الشكل الخارجي يكون مضبوط، هذه المنطقة لا تصلح لاستخدام الإنسولين، لذلك دائما ننصح بتغيير اماكن الحقن. وهذا يخفف، لان احنا كل 3 ايام تخفف هذا. نعم، لان احنا بدل ما نعطي 12 ابره في 3 ايام قاعدين نعطي ابره واحده إبرة كل 3 ايام، فهذا راح يخفف من المشكله ايضا باذن الله. شكرا كثير دكتوره الهام على كل هذه المعلومات المهمه، ويعني شفنا لوين عم توصل التكنولوجيا، كيف عم بتسهل حياتنا، حياه المرضى بالنسبه للسكري من النوع الاول او دايابيتس ميلتس تايب 1. شكرا لكم مشاهدينا، بنرجع لعندك غاده وخليل.